طيب انا في بدايه الحلقه انا وكريم نوهنا ان معانا فقره اولى هنتكلم فيها عن شخص هو حطم الارقام القياسيه في موسوعه جينيس. وحضراتكم عارفين قد ايه الموضوع صعب، ما هوش سهل عشان اوصل لحطم رقم قياسي مقارنه باي حد في العالم كله. نتكلم ان هو استطاع يعمل ده مره 2 لا 14 مره. كان معانا قبل كده من تقريبا سنه ونص حاجه زي كده، وكان محطم رقم 1. شوفوا بقى في الفتره دي عمل قد ايه. فلا حاجه اكيد مشرفه جدا، بس حابين نعرف ازاي ده حصل. خلينا نرحب بعلي منير، يعني زي ما بيتقال عليه كده هو محطم ارقام قياسيه في تمارين تحديدا اللياقه البدنيه. صباح الفل. صباح الخير. انا بحضر. نور الدنيا كلها علي. سعداء ان احنا بنشوفك للمره الثانيه على يعني مره ايه سنه او سنه وشويه، بس بسم الله ما شاء الله في السنه دي في 13 14 رقم قياسي جديد اتحقق، وانت كنت معانا ومحقق رقم قياسي واحد، صح كده؟ الله يكرمك. انا اسعد. طب ما تلخص لنا كده السنه ونص دي حصل فيها ايه؟ بدات بقى يعني من اول رقم قياسي كان الجامب سكوات، ده كنت محقق فيه 80 عده في الدقيقه، والحمد لله ما زلت محتفظ بالرقم ده. بدات بقى اكمل مسيرتي في تحطيم الارقام القياسيه. جه بعد كده الرقم الثاني ليا كان تمرين السكوات بالبادي ويت بوزن الجسم في 3 دقائق حققت 206 عده. الرقم ده عشان الرقم ده كنت اول حامل ليه في موسوعه جينيس، كان رقم مقترح جديد يعني منهم، كنت لازم اعدي ال 200 عده. الحمد لله وصلت ل 206، وتصنف من ضمن افضل الارقام القياسيه في موسوعه جينيس في شهر يونيو 2021، ونزل على القناه الرسميه بتاعته. الرقم الثالث بقى كان تمرين السكوات بوزن 60 رطل حققت 59 عده في الدقيقه. 9 وكام؟ 59 عده في الدقيقه. في الدقيقه. 60 رطل. احنا معانا فيديوهات او حاجه يا جماعه ممكن نتفرج عشان برضو الصوره تبقى واضحه لينا. الرقم الرابع بقى كان تمرين السكوات برضو بوزن 80 رطل تمام حققت 53 عده في الدقيقه. اوكي. حلو. واضح انت مركز مع السكوات بصفه خاصه يعني. انا اول رقم قياسي طبعا خدت شوط طويل قوي على التاهيل له يعني، فبقيت مؤهل ان انا احطم ارقام اكتر قياسيه في مجال السكوات يعني ومجال اللياقه البدنيه عموما. الرقم القياسي الخامس بقى كان في تمرين الباكورد لانجز، تمرين الطعن الخلفي. اوكي. بعمل طعن للخلف. يعني ايه بتعمل طعن خلفي؟ ممكن لو الفيديوهات موجوده تعرض او ممكن اعرضها هنا. مفيش اي مشاكل. طب هو ممكن علي يقوم يعمل لنا حاجه؟ مش هيعرف علي يقوم؟ طيب هنحاول. طب على الاقل يعني شرح ولو مبسط كده للحركه. انت بتكون واقف تمام. بترجع خطوه للخلف بتعمل زي سبليت كده. اوكي. تمام. بتنزل طعن بتعمل 90 ديجري في الركبه اللي قدام والركبه اللي ورا تمام، وترجع تاني لوضع الوقوف الكامل. بعد كده تشتغل ده بالتناوب. ده رجل ورجل يعني. بالظبط. تمرين مشهور جدا، تمرين برضه من التمارين الصعبه على فكره. بالظبط. وبتساعده برضه عضلات الرجل يعني تمام. الرقم القياسي السادس كان في تمرين السكوات ثراست، ده تمرين بيستهدف عضله القلب، تمرين كارديو يعني. التمرين ده شلت شنطه فيها 40 رطل حققت 28 عده في الدقيقه. اوكي. لا رطل ده يبقى كام يعني؟ 40 رطل اللي هو 18 كيلو. 18 كيلو. وبيكون متصور بقى كل اللي انت بتعمله ده، بيكون متصور ولا بيكون لايف؟ لا بيكون متصور ولا تمام. ولا انت بتسجل فيديو؟ بس بيكون ليه طريقه معينه في التصوير. يعني الارقام القياسيه مثلا اللي فيها اوزان لازم الوزن ده بيتصور قبل وبعد الحدث من غير مونتاج. اوكي. تمام. وفي زوايا معينه كده بتغطي الحدث بحيث ان هم يتاكدوا من اي شبهه. بالظبط. يعني لا يعني بيشتغلوا بحياديه تامه يعني، ولازم يعني بتستوفي الشروط علشان تقدر تتقبل في الموسوعه يعني. الرقم القياسي السابع بقى، ولا احنا قلنا كام؟ السادس. تهنا منك في ارقامك القياسيه. هي لو الارقام معروضه انا على فكره بنسى اصلا الارقام القياسيه يعني، في ارقام قياسيه كمان مرفوضه مني، فكل الارقام بتدخل في بعض، فلو الارقام اتعرضت يكون احسن يعني. طب ممكن تجيبه لنا في الشاشه الكبيره يا جماعه احنا مش شايفين. الرقم القياسي بقى السابع كان تمرين السكوات تمام ثراست برضه بوزن 100 رطل اللي هو 45 كيلو كسر حققت 15 عده في ده لا ده الباكورد ده الباكورد لانش ده. اوكي. حاجه و50 انت قلت في الدقيقه. ده 53 عده في الدقيقه. طب هو ده اعلى واحد بعدك عمله قد ايه؟ ما انا حطمت الرقم ده مرتين كمان وتسجله. أوكي. كان ايه بقى؟ نفس التمرين ده حطمته تاني، حطمت الرقم السابق وصلت ل 58 عده تقريبا. علي خلاص ما عندوش منافسين وبينافس نفسه. بالظبط. هو بيحطم ارقامه هو الشخصيه. اللي قبلك كان اللي قبلي كان رقم قياسي جديد كنت المفروض اتخطى 40 تكرار في الدقيقة. اه ده هو زيه زي الرقم برضه بتاع السكوات، كان رقم قياسي جديد.
اللي هو كام؟ كان 40 تكرار في الدقيقة. 40 اوكي ما ده اللي بسأله. عويط هو خلي بالك وفضل ثابت مش عايز يقول الرقم لغايه لما ضغطنا عليه. طيب ده واحد من التمرينات ماشي كمل. بعد كده بقى حطمت رقم قياسي في الضغط تمام؟ اسم ضغط سبايدر مان تمام؟ ليه كده؟ اي ماشي يعني بنزل ضغط عادي خالص على القبضه بقرب الركبه من مفصل المرفق هنا تمام؟ وبنزل 90 درجة عند المفصل القلبه يعني تمام. حات 41 عدى في الدقيقة. كنت شايل شنطة فيها 20 رطل اللي هو 9 كيلو. ده بس. صعب عن اللي احنا شفناه دلوقتي بتالي أصعب. هو بالنسبة لي أرقام الضغط صعبة. يعني السكوات أيوه ده بالظبط ده تمرين ضغط أهو. شايفينه. السكوات بالنسبة لي أسهل لأن قعدت فترة طويلة جدا أشتغل عليها تمام. حتى معظم المصريين اللي بيحطموا أرقام بيحطموا في الضغط. وارقام الضغط مفتوحه كتيره جدا في اقتراحات منها كتيره جدا. السكوات محدوده شويه لذلك انا بحطم ارقام اللي فاتت لاني مش لاقي ارقام قياسيه تناسبني يعني. فده رقم في الضغط حطمته ده تمام. في رقم انت شايل هنا 18 كيلو لا 9 كيلو كاس ده 20 رقم. حاطط ايه 9 كيلو يعني؟ احيانا بحط رمل احيانا بحط مثلا طارات او اوزان حره. أوكي. والرمل بيكون افضل بالنسبه لي يعني بحيث ان هو يكون ايه. لكن انت بسم الله ما شاء الله يعني يكفي بس اللياقه البدنيه دي اللي اهلتك ان انت تحطم اكتر من 14 رقم قياسي على مستوى العالم. طب انت ما فكرتش تستغل اللياقه دي والقدرات والامكانيات دي وتمارس رياضه ما بشكل نظامي بشكل عادي تبقى بتلعب رياضه معينه؟ انا كنت بلعب في الاول الجمباز تمام وكان نفسي ان انا احقق انجاز لكن كنت بادئ سن كبير فما كانش مناسب ليا ان انا اعمل ده خلاص. فكان بالنسبه لي بقى موسوعه جينيس هي البديل يعني فحبيت ان انا احطم رقم فكان مناسب بالنسبه لي ان انا احطم في تمرين اللي هو جات لك ولا حد ارشدك ليها؟ لا كنت يعني من السوشيال ميديا واليوتيوب كنت بشوف ارقام كويسه فبدا عندي الشغف من الفكره دي ف اتجهت التمارين اللياقه البدنيه وبدات احطم ارقام قياسيه فيها بدات واحده واحده احطم رقم ورا الثاني وبدات ادخل بقى مجال التدريب الشخصي واللياقه البدنيه حتى خدت كورس المدرب الشخصي ده معتمد من ايريبس السجل الاوروبي للمحترف التمارين بيدوا رخصه دوليه يعني من ضمن الهيئات العالميه اللي بتدي رخصه اللي انت تشتغل في مجال التدريب الشخصي واللياقه البدنيه. اوكي يبقى انت هتاخده كارير بقى بعد كده يعني حلو. بالظبط انا كنت عايز امزج ما بين ان انا اكون لاعب او بطل في رياضتي وما بين التدريب ان انا اكون مدرب فده كنت مفتقده في الجمباز بدات بقى اتجه للايه لللياقه. طب بعد ما اسمك بيتكرر كتير او بيتكتب كتير في موسوعه الارقام القياسيه هل ده ما فتحلكش مثلا باب لشغل مثلا في الخارج سواء على صعيد التدريب الشخصي او ان انت تنتمي لجهه معينه او كيان معين معني باللياقه البدنيه ولا ما جاتلكش الفرصه دي؟ يعني انا حاليا بدرس تمام في كليه الحقوق فطبعا لسه قدامي في اخر سنه يعني المفروض ابقى خريج بقى ان شاء الله وفاضل لي لسه فتره الجيش تمام فحته سفر او كده يعني او ان انت من جهه بره مصر او كده يعني لسه مش متاح دلوقتي يعني. بالظبط بس على الاقل بفكر فيها في يوم من الايام. اكيد طبعا ده أكيد انت ده يعني ده ولا ده اول رقم قياسي ده اللي كنت معانا فيه. ايوه بالظبط انا فاكر دي كان رقمها كام؟ ده 80 عدى في الدقيقه. الرقم ده حاولت احطمه مره كمان واترفض. مش معنى اللي انت حطمت رقم ان انت كل شويه تقلل هو الرقم يعني. كفيل يحطم البني ادم اصلا. لا تصدق انا لسه كنت عايز اقول حاساها مش صعبه بس هي لو ما اتعملتش صح العدد يعني هوندي كام هي لو ما اتعملتش صح كمان يا كريم هتلاقي ظهرك في مشكله. لا في شروط معينه لازم تتنفذ. انت بتطلع بقى فوق الارض لازم بالظبط لازم يكون في قفزه لازم يكون في شعاع ضوء يعدي من تحت رجلي. اوكي ومخطط لايه تاني برضو الفتره الجايه علي؟ يعني انا خلاص اتجهت لمجال التدريب الشخصي وحاليا يعني بدرب في جيم بدرب تدريب شخصي اونلاين. عندي يعني اهداف وطموحات عموما في حياتي يعني وخاصه في المجال الرياضي لكن انا يعني ايه شايف انه من النضج يعني اللي انا يعني لما احقق حاجه اتكلم عنها ما اتكلمش وانا لسه ايه ما حققتش يعني. ده الرقم ده السكوات في 3 دقائق 206 عدى. اوف ما شاء الله ده من اصعب الارقام القياسيه اللي حطمتها. انا بعمل 100 من غير وزن. انا بعمل 100 في 3 دقائق ونص يعني لو اتمرنت هجيبك. ايوه اكيد. طب ايه بجد بكلم بجد 100 حوالي 3 اسابيع بس اديني وقتي عشان تاخدوا حاجه محترمه يعني اتقل تاخد شغل من دي.
صعب على فكره. في حاجات ممكن تبان للبني ادم ان هي يعني وايه يعني عاديه، لا هي مش عاديه، هي دي اللي هتبقى اصعب عشان في ويت انت شايله بقى، دي صعب. دي بالنسبه لي مش صعبه لانها في دقيقه، الثانيه كانت 3 دقائق فمحتاجه تحمل طويل جدا. بس هي سرعه يعني، بس دي مش سهله يعني، انت برضو شايل ويت، ويمكن بتكلم على الديوريشن هو اللي اسهل، بس الحركه نفسها يعني دي محتاجه تحمل قوه. ايوه. لكن هل انت كان مجال دراستك في اي مرحله ليها علاقه باللياقه البدنيه بالتربيه البدنيه ولا انا حبيت اللي انا يعني بعد ما اتمرنت كومباس فتره وخلصت ثانويه عامه كنت عايز ادخل تربيه رياضيه تمام، لكن اترفضت رغم يعني ان انا كنت متخطي الاختبارات بنجاح وصلت المرحله النهائيه، فقلت بقى خلاص يعني هشتغل على نفسي بقى واخد كورسات. ده كان حافز بالنسبه لك؟ ما بصيتلهاش ان هو لا اشتغلت على نفسي. لا طبعا يعني كملت، بس انا كنت شايف نفسي بس في الرياضه، ما خليتهاش عائق ليا يعني. طب الارقام اللي اترفضت دي اترفضت ليه؟ احيانا بيكون الاداء مش متظبط تمام، حتى من وجهه نظرهم يعني، ممكن يكون من وجهه نظر انا الاداء تمام وزي الفل، بس هما بيكونوا شايفين حاجات ممكن انت ما تكونش شايف. احيانا مثلا بيكون زاويه التصوير غلط، فيفتكروا ان انت ممنتج او عامل حاجه. ايوه بالظبط. واحيانا كمان يعني ممكن تخيلوا ممكن الرقم يترفض عشان يعني رقم زيرو ما ظهرش على الميزان، الكاميرا ما جابتوش. بس حقهم برضو يا علي، عارف طبعًا. لان دي حاجه او سيرتيفيكت بتطلع يعني موثقه وحاجه لها قيمتها والمصداقيه بتاعتها، فمش سهله. طب مردود الامر ده ايه يعني، الى جانب طبعا الواجهه الرياضيه العامه وفكره ان انت راجل محطم للارقام القياسيه، هل في اي استفاده مهنيه ماديه من خلال الكلام ده؟ لا مفيش استفاده ماديه خالص. طب احنا عايزين نحول النجاحات دي كلها لاستفاده ماديه. لا للاسف مفيش استفاده ماديه، هم بيدوك شهاده تمام بتوثق يعني تحطيمك لرقم قياسي، لكن على المستوى الشخصي هي ممكن تفيدك ان انت تعمل سي في قوي، تفيدك في مجال تخصصك يعني في اللياقه البدنيه تمام. ممكن كمان بتكسبني صفات يعني، ممكن يعني بتعلمني التحدي والاراده والالتزام والتخطيط كمان، وعلى سبيل بقى يعني على مستوى المجتمع يعني ممكن يعني نستخدم الارقام القياسيه دي مثلا احنا نروج للسياحه. ما هو طبعا ده بيتحط في السي في بتاع مصر بالارقام اللي بالزبط. هي حاصل عليها عالميا. أيوة الارقام على الموقع الرسمي يعني. بيكون مكتوب حاملين الرقم القياسي علي منير ايجيبت. طب هل يعني الوزاره سياده الوزير قبلك حد من الوزاره؟ ما حدش مش خالص بيتواصل معاك لحد دلوقتي؟ لا من ساعه لما اول جايزه لغايه دلوقتي؟ لا لحد دلوقتي لا. طيب وهل هل هل ده بيخليك تتابع يعني باستمرار اخر المستجدات على صعيد الارقام القياسيه الوارده في الموسوعه عشان تعرف مين قرب منك، الخطر ابتدى يقرب ولا لسه شويه انت مسيطر على الامور؟ وخصوصا في البدايه يعني كنت بتابع بشكل كبير قوي في البدايه، لكن هو مع الوقت بدا الموضوع يعني ياخد شكل روتيني شويه تمام، وما بقاش يمثل تحدي زي الاول. فانا حابب بقى قدام يعني اكتشف في نفسي حاجات جديده بقى، ابدا اطور من نفسي في حاجات مختلفه عن الارقام القياسيه يعني. برجل واحده يا علي؟ ايوه ده رقم في الضغط 30 ثانيه وانا شايل شنطه فيها 60 رطل 27 كيلو كسر، حققت 33 عده في الدقيقه في 30 ثانيه. هو الضغط عامه بيعتمد على عضلات الايد الذراع يعني صح؟ لا بشكل اساسي عضله البكتيريال سميجر عضله الشيست تمام، في عضله في الدراع بتساعد اللي هي الترايسبس تمام، ومعانا الكتف الامامي برضو بيساعد. اوكي بص يا علي، هو الوقت بتاع الفقره خلاص بينتهي، بس انا مبسوطه جدا انا وكريم بيك لان انت كان عندك حلم وعندك اصرار اللي هو انا عايزه ابقى حاجه واعمل بصمه. اوكي لعبت ايروبكس متاخر فما قدرتش ان انت تحقق حاجه، فانت يعني اتجهت البديل، فده في حد ذاته يدل على شخصيه قويه. فكويس جدا، ربنا يوفقك في اللي جاي. بس حقوق بقى مع ده ملوش علاقه. يعني بس انت ممكن تتخصص تبقى محامي حاجه ليها علاقه باللعيبه، ويعني يعني هو يعني انا حاليا يعني بالنسبه لحقوق انا يعني بالنسبه لي هي دراسه، لكن انا شغفي وعايز اتعلم واتطور. حد يدخل حقوق دراسه مجرد دراسه؟ الكليه صعبه، انا كنت في حقوق انجليزي صعبه جدا يعني. خش اي حاجه ثانيه يعني، الكليه صعبه جدا عشان ما فيهاش حضور وغياب عشان اقدر اطور. عامل ايه طب في الدراسه؟ الدنيا ماشيه معاك ولا ايه؟ الحمد لله اخر سنه ان شاء الله. طب خلاص هانت الحمد لله، قطع شوط اهو زي فاضل كام شهر وخلاص يعني. حلو على خير، نورتنا والله يا علي. بنورك كل التوفيق. شكرا يوفقك وسعدنا بوجودك معانا مرة تانية، وإن شاء الله برضو شوية كده ونرجع نلتقي والمزيد من الأرقام القياسية. خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم بقى تاني فقراتنا الحوارية، خليكم معانا.